نتكلم بصفة عامة في الموضوع ده اوكي دون ايه ذكر اسم سين او شين او صاد. اوكي الكود الدولي، وعلى فكرة كلمة كود معناها دستور او قانون، واخد بالك، بيبقى يحتوي على مواد. لكن انا حاسس كده من كتر البرامج اللي انا بتفرج عليها ان حد يطلع يقول لك احنا هننفذ عليه الاكواد. ايوه احنا ما عندناش اكواد، احنا عندنا كود، كود واحد. كود واحد، ولكن هم يقصدوا المواد. يعني مادة واحد، مادة واحد واحد واحد، مفهوم. مادة واحد اتنين اتنين، وهكذا. فالكود الدولي معاه 8 معايير دولية اللي احنا بنقول عليها الصيغة التنفيذية. أحد المعايير دي بيبقى فيه التحليل للرياضيين، International Standard of Testing and Investigation، اللي هو المعيار الدولي للتحليل والتحريات. وكلمة التحريات دي أضيفت مؤخرا بعد اتفاق الوكالة العالمية مع الانتربول الدولي، عشان يبقى فيها نوع من التحريات والانفستيجيشن وتبدأ تعمل أبحاث. اللاعب بينطلب، حلو، رفض انه يجي، ايوه، هنا ياخد العقوبه الفوريه. عقوبه فوريه، فوريه يتم ابلاغها من مندوب الهيئه او المنظمه الوطنيه في اي دوله. انت خد بالك ان كل دوله في العالم فيها منظمه وطنيه طبعا بتبقى مسؤوله عن مكافحه المرشحين. طب افرض ان دوله ما فيهاش منظمه وطنيه، بتقوم اللجنه الاولمبيه الوطنيه بعمل المنظمه لحين انشاء منظمه. وكان عندنا مثل كبير قوي، نيجيريا. نيجيريا تم ايقافها من عده سنوات عن ممارسه الرياضه لانها ما كانش عندها منظمه. فرئيس الجمهوريه الحقيقه كان عاطينهم مده 21 يوم، امر ان اللجنه الاولمبيه طبقا للكود الدولي لمكافحه المنشطات بانشاء منظمه، او هم يتعاملوا كمنظمه لحين انشاء ايه؟ منظمه، وهكذا. مفهوم. فبيتم ابلاغ المنظمه من قبل الراجل اللي هو بياخد العينه، اللي احنا بنسميه دي سي او او الدوبينج كنترول اوفيسر او مسؤول مكافحه المنشطات. بيبلغ المنظمه بتاعته وبيكتب تقرير ان اللاعب الفلاني هرب او رفض. اوكي. انا عندي في من ضمن في الحاله دي لا، بياخد سنتين ايقاف. سنتين ايقاف؟ لو رفض. لو رفض. وقرار فوري؟ فوري. بيتبلغ هو بيبلغ منظمته. مفيش تحقيقات، مفيش جلسات. هتحقق معاه تعمل له ايه؟ انت بتبلغ المنظمه والمنظمه بتتولى الايه؟ فرض العقوبه. ثانيه يا دكتور بس، عشان ده كلام خطير جدا. يعني يا جماعه، في حاله ان الخبر اللي انتشر بالامس ان اللاعب محمد الشيبي امتنع عن اجراء اختبار المنشطات، في الحاله دي يتم ايقاف اللاعب لمده سنتين ايقاف فوري او بقرار فوري، طبقا للدكتور اسامه غنيم خبير مكافحه المنشطات اللي بيقول لنا عليه دلوقتي. ده كلام غايه في الاهميه، فهنحاول برضو نتاكد ان ده فعلا حصل مع الشيبي ولا لا. انا لكن عايز اسالك تأكدنا. سؤال، قول لي، عايز اسالك سؤال، هو مين اللي قال ان هو هرب؟ طيب اهو بياكدوا لي زمايلي في الاعداد دلوقتي يا دكتور ان هو خضع اخيرا للمنشطات امبارح، فدي نقطه غايه في ده الاهميه. ده الكلام المهم. خد بالك ان احنا كل اللعيبه، انا اسف، كل اللعيبه اللي طلبت خضعت للمنشطات بما فيهم محمد الشيبي. بص، كلامنا بيبقى في الحاجات دي كتير. اللي اتطردوا الاثنين، ما انت عندك في بيبقى اثنين من الفرقه الف واثنين من الفرقه ب، بلس كل واحد بياخد كارت احمر. يعني اي واحد بياخد كارت احمر، اي كارت احمر اجباري. اسمعنا، لان تصرفه في الملعب، واخد بالك، اللي هو بياخد عليه الكارت الاحمر غالبا هو خد ليه كارت احمر، ضرب زميله، كان عصبي زياده عن اللزوم، تصرفاته ما هياش طبيعيه، يبقى اذا دي تدعو الى ان هو احتمال انه يكون واخد ايه؟ منشطه. فبالتالي انا لازم اخد منه عينه. يبقى انا النهارده عندي اثنين اساسا اللي هم اللي احنا اخترناهم، زائد اللي واخد كارت احمر، الاثنين اللي واخدين كارت احمر، الثلاث، ايا كان العدد اللي متاخد كارت احمر. تعالى كده نشوف عمليه الاختيار بالنسبه للاعبين الكوره بيتم ازاي. ازاي بقى دكتور؟ احنا قلنا عشوائي، لكن العشوائيه هنا ما هياش عشوائيه بالشكل الايه المفهوم. الفيفا هي اللي وضعت نظام اختيار اللاعبين في لعبه كره القدم. ازاي بقى؟ انت بتيجي النهارده عندك سكور شيت فيه 18 لاعب. فرقه الف 18 والفرقه ب 18. بيبقى عندك 18 تاجز او اللي هو البلاستيكه دي عليها الارقام. وبيبقى موجود مندوب من الفرقه الف ومندوب من الفرقه ب، ايا كان، طبيب، سكرتير، اداري، مدرب، واخد بالك، بيبقى موجود. وبنقول له ادي 18 رقم الموجودين بتوع الرياضيين بتوعك، وادي الاسماء اللي موجوده في السكور شيت. تمام، خلاص. بعد كده بنبدا نعمل ايه؟ ال 18 لاعب دولت بيتحطوا جوه باج او كيس مقفول غامق، وبيتم اختيار اتنين منهم عشوائيا. تمام،
وانت بتختار واحد الاول وبعدين بتختار اثنين، وكل واحد من دول بيتحط في ظرف ويتقفل الظرف ده ويتمضى عليه من مندوب النادي ألف ومندوب النادي ب والراجل مسؤول المكافحة. أوكي. بس احنا ما بنختارش اثنين، احنا بنختار اربعة. اربعة. هتقولي ليه؟ واحد واثنين دول الاساسي اللي هيتاخده، لكن ثلاثة واربعة دول بيبقوا احتياطي. لا قدر الله اللاعب واحد نمرة واحد مات، لا قدر الله اللاعب نمرة واثنين حصلت له اصابة واضطرينا ان احنا ننقله في الحال من الملعب الى المستشفى. يبقى في الحالة دي هاخد مكانه المين الرابع. لكن لو واحد واثنين موجودين وخلاص وقع عليهم الاختيار، يبقى ثلاثة واربعة بيتلغوا كأن لم يكن. تمام. قبل نهاية المباراة بخمس دقايق بالظبط كده ببعت اجيب مندوب الفريق الف ومندوب الفريق ب، وبفتح قدامهم الاظرف وبطلع الايه الارقام. اول ما بتطلع الارقام تلاقي مندوب الفريق الف يبدا يبص الرقم ده باسم مين اذا كان في فرقته او في الفرقه الثانيه. يعني هي تبقى بالارقام. طبعا. طبعا مش بالاسماء. دلوقتي احنا خدنا اللاعب 10، مين اللاعب 10؟ سين. خدنا اللاعب 8، واخد بالك، وهكذا. في الحاله دي هو بينزل يخبر الرياضيين بتوع اذا كانوا قاعدين على الدكه، لان احنا بناخد الاحتياطي كمان لانه من ضمن ال 18. طيب افرض انه بيلعب خلاص، وبيقف ورا الدكه الف ورا الدكه ب حاجه اسمها شبرون او المساعد. اوكي. الشبرون ده بيبقى واقف جاهز عشان اللاعب لو كان بيلعب اول ما يخرج من الملعب زي ما بنقول كده بيتقم القبض عليه. كده بيتمسك يعني بالمعنى يعني. بالمعنى بيتمسك كده. يلا اتفضل معايا على الاستيشن. هتقولي ليه؟ ليه بقى؟ زمان كان بيقولوا للاعب انت قدامك ساعة علشان تيجي تديني العينة في الستيشن او في المحطة بتاعت العينة. فكان اللاعب بيتاخد للفيستير بتاع تغيير الملابس. أوكي. وتتفضى المثانة بتاعته لانه هو واخد مادة منشطة. ويتم غسلها بحاجة اسمها سالاين او صوديوم كلورايد 9%. ويتركب له قسطرة ويتحقن بول لاعب سليم. يا نهار ايه ده؟ ده بجد؟ ايوه. لا تاني يا دكتور بعد اذنك. اللاعب ده تم اختياره، فلو سمحت هتجيلنا بعد ساعة قدامك ساعة تجيلنا الاستيشن بتاع المنشطات وهو واخد. اوكي. هيحصل ايه بقى؟ هيتم تركيب قسطرة وتتفضى المثانة بتاعته من البول تماما. ويتم غسلها بصلاين اللي هو 9% صوديوم كلورايد. وبعدين احقن فيها بول لاعب تاني سليم. يبقى لما يتحلل اللاعب ده تطلع العينة بتاعته ايه؟ سليمة. سلبية. فعشان كده كان بتوصل للدرجة دي. طبعا. وحصلت في مواقف. خد بالك من حاجة، انت بتتكلم على رياضيين بيصلوا الى ملايين من الجنيهات في العقود بتاعتها. طبعا. طيب لو كانت العينة بتاعته ايجابي ايه اللي هيحصل؟ خلاص خسر كل ده. طبعا. فعشان نمنع الكلام ده بنقول له ايه؟ لا زي ما بقول لك، كما لو حالا كان تيجي حالا في بعض الالعاب اللي هي بتبقى في الاولمبياد، اللاعب اللي بيتم اختياره تبص تلاقيه وهو تم الاختيار ومضى على الاختار بتاع ان هو هيتاخد منه عينه. جات له حفله ايه؟ تتويج، لانه واخد ميداليه. ماشي. مسؤول المكافحه اللي احنا او المساعد بتاعه اللي هو الشبرون. تلاقيه واقف ورا في التتويج، تلاقيه لازق فيه مراقبه ولازق فيه مش عينه عليه بس. اول ما يخلص ياخده من ايده على الاستيشن او على المحطه. عنده بريس كونفرنس او بريس ميتنج، مؤتمر صحفي. مؤتمر صحفي. ايه اللي بيحصل معاه؟ مصاب وبيتعالج، قاعد جنبه لغايه ما يخلص علاج. في بعض الالعاب اللي بيبقى فيها تتابع زي التجديف زي السباحه، هو ماشي جنبه وعينه عليه. اساليب المراقبه والمتابعه دي من زمان بتحصل ولا مؤخرا بس؟ لا لا لا، من وقت ما انشات الوكاله العالميه لمكافحه المنشطات. كل ده موجود عندنا في الايه المعيار الدولي. مش في الكود. الكود بيشرح الحاجات اللي هي الايه العامه. أوكي. ويبدا الشرح الدقيق في اللي احنا بنقول عليها هنا في مصر ايه، يقول لك ده بيان تنفيذي، واخد بالك؟ مفهوم. لا، المعيار الدولي فيه كل حاجه بقى مشروحه. اذا كان معيار دولي للمعامل، معيار دولي لاخذ العينه، معيار دولي للعذر المرضي الى اخره. ففي الحاله دي ما يقدرش لاعب يهرب زي ما انت بتقول. ليه؟ لان واحد مثلا زي اللي انت قلت لي اسمه الشيبي ده، المفروض ان هو لاعب دولي طبعا. لان ده مش مصري وهو لاعب، يبقى اذا مر بعمليه اخذ منشطات في اكتر من مره. أكيد. وبالتالي عارف انه ما يقدرش. كان عندنا هنا كاس عالم لكره اليد سنه اظن 2009. واحد اللاعبين من احدى الدول العربيه هرب. جرى من الراجل بتاع المكافحه. يعني الراجل حاول يقول له يمسكه، قال له يلا تعالى. لا لا لا، قال له يلا تعالى، فهرب منه. فجاء قال لي ده هرب، قلت له سيبه. لان هو المدرب بتاعه كان مصري. والمدرب المصري فاهم الحكايه. هيروح يجيبه ويجي، لان الثاني عارف انه هيديله هياخد سنتين. فعلا لقينا المدرب بتاعه بعد شويه جايبه تحت باطه ودخله ياخد العينه. وطلعت العينه ايه؟ لا خلاص بقى، ده انا مش فاكر. لا كان الكلام ده في 2009.